حكم الدعاء برفع اليدين بعد كل صلاة. أما الدعاء بعد كل صلاة فيستحب، لأن ربنا قال فإذا فرغت فانصب، قال بعض العلماء إذا فرغت من صلاتك فاجتهد في دعائك، ولأن النبي كان إذا صل انصرف من الصلاة استغفر ثلاثا، والاستغفار طلب المغفرة وهذا دعاء، ولأن النبي كان يتعوذ بالله سبحانه بعض التعوذات بعد الصلاة وهذا دعاء، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل يا معاذ إني أحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وهذا دعاء. أما رفع اليدين معه فلم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن إن فعل لا حرج، لأن رفع اليدين من الأمور المتواترة تواترا معنويا في الدعاء، والله أعلم.